تشيدوا بالنضاليه والصمود ديال كل الكونفدراليه عبر ربع الوطن. وكنقولوا حنا في الكونفدراليه الديمقراطيه في الاتحاد المحلي بالعرائش، لان هذا الحصار بالكونفدراليه هو منع من اشكال احتجاجيه. طيب هذه اشاره، انا كنتمنى كامل السياق، الا كانت هذه هي كورونا من بركات كورونا على البعض، هي ان حتى الحملات الانتخابيه تمنع الاحزاب راه جايه الانتخابات، وحتى داك الدعم الانتخابي اللي كيعطى الاحزاب فلوس باش دير الحملات، ما عندك علاش تعطي الاحزاب، دوزوا للشعب، دوزوا لولاد الفقراء. هذاك الدعم الاحزاب خص الاحزاب تبين دابا على وطنيتها، وكذلك الدوله تبين على حب الشعب وما يعطيوهمش لك الدعم، يعطيو لولاد الشعب الدعم اللي الناس يخدموا في القهوه المحرومين، الناس يفقهوا في القطاع غير المهيكل، او الاوضاع المزريه اللي كتعرف فيها الشغيله المغربيه. هذه هي الوطنيه، ماشي تمنعوا السيداتي وتحرجوها وتحصروا المقرات ديالها في مجموعه المدن، وكذلك تمنعوا حتى مجرد النقابات كاملين. هذا يوم احتفال عالمي لايصال صوت الشغيله المغربيه. نتمنى الفكره تكون اكبر على ان هذاك الدعم اللي كيديو الناس للانتخابات ما يتعطالهمش. هذه هي الاشاره اللي كنتسناو. تحيه نضاليه.